على انه عامل بطوله رائعه، واحده من افضل البطولات اللي عملها مصطفى محمد، واربع ماتشات. خلي بالك هو وجايب اربع اهداف اعتقد ولا خمسه حاجه كده. عايز اقول لك رقم لادنجرا اللي هو لاعب كوت ديفوار الجناح الايسر، عمل في ماتش الفاينل 9 تمريرات حسم داخل منطقه جزاء نيجيريا. لاعب هو الشوط الثاني تقريبا هو اللي رجع كوت ديفوار للكاس، يعني بيتكلم 2 اسيست. الولد كان بيلعب في برايتون وعنده 22 سنه وثمنه في السوق 26 مليون دولار. لكن انت تخيل كابتن اسلام الولد ده نهايه الموسم ده هيقفز قفزه رهيبه. وبعد الفوز طبعا. لا وهو كمان ستايل لعبه، فعلا ستايل لعبه مزيج من الدريبلينج مع السكيلز، هو بيرقص وبيجري. بصراحه عمل شوط تاني على المنتخب النيجيري، رغم بصراحه ان بكل امانه نيجيريا عملت مباراه ممتازه، بس حلاوه البطوله دي ان هي فعلا طلعت لنا نجوم جدد، واعتقد منتخبات جدد ومنتخبات جدد بصراحه. فاكر وانا سمعت كلمه لسباستيان دي صبر قال فيها انه لا مش منتخبات جديده ولا صغيره ولا حاجه، ولكن المدربين الاكثر اجتهادا. هم حق ان هم بصراحه في المؤتمر الصحفي ده لو قال في الكلمه دي، هو كان حاسس ان هو حاسس بالظلم، هو عم يقول له صعود الكره الديمقراطيه للدور ده مفاجاه وبتاع، قال لهم انا اجتهدت، انا اشتغلت وتعبت، انتوا ليه محسسين ان احنا يعني خدنا حاجه ما نستحقهاش يعني. خلي بالك برضه بسام في كاس الامم الناس متعوده على اسماء منتخبات معينه. صحيح. فالنهارده في الاخر خلي بالك من القوه التقليديه هي اللي وصلت النهائي برضه. تقليديه. صح بس الخريطه اتغيرت. يعني لما بتشوف كونغو الديمقراطيه في السيمي فاينل برضه كاب فيردي النهارده بقى منتخب حلو. انجولا بصراحه عندهم كاب فيردي ولا راس الاخضر؟ كابتن ضيا طبعا حبيبنا واخونا، وكابتن ضيا حتى كتب على كانت جميله منه بصراحه، الحركه كانت جميله منه يعني. طبعا الواحد ممكن ينسى وهو بيتكلم على فكره، فبتعدي عادي ما كنا بنغلط يعني، عادي ما كنا بنغلط وكنا يعني جل من لا يسهو طبعا. بس المشكله مش في الغلطه، المشكله ممكن تبقى في وجهه النظر اللي ما تبقاش منطقيه مع الكوره، يعني دي اللي ممكن ساعات بتزعل الواحد. صحيح.